ولسه مكملين معاكم. ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بتسليم عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة اللي شملت وحدات داخل الأبراج الشاطئية وأيضا الحي اللاتيني، بالإضافة لتسليم عقود لمشروع سكن مصر بالعلمين الجديدة. رئيس الوزراء أكد خلال تسليم الوحدات أن الهدف الأساسي تحويل مدينة العلمين من مدينة ساحلية لمدينة مستدامة طوال العام. خلونا نشوف التقرير التالي. طبعا لو قلنا من 6 7 سنين فاتوا المكان هنا كان صحراء، ويمكن زي ما قلنا كان مكان كان مطلوب إزالة الألغام. لو حضراتكم تشوفوا التطوير اللي حصل سواء من شواطئ سواء من مولات سينمات مسارح، النهارده مهرجان العالم عالمين، كل دي مشاريع خدمية وترفيهية وجذبة للناس عشان يقدروا انهم يجوا يسكنوا ويعيشوا حياة كاملة زي ما بيقول. فالحقيقة الدولة استثمرت كتير قوي في البنية التحتية والطرق والمولات وكل الفاسيلتيز اللي موجودة اللي هي بتوفر للناس حياة سليمة ومظبوطة، وكل احتياجاته تبقى حواليه ويقدر يقضي يومه الكامل هنا من غير ما يحتاج انه يخرج بره المدينة. مدينة العلمين هي مدينة فيها جميع الأنشطة، وان هي مش مصيف فقط، هي اكتيفيتي طول السنة وحياة سكنية فيها ولجميع المصريين ان شاء الله. طبعا عدد الوحدات اكيد حضرتك شايف عدد كبير جدا، احنا يمكن اللي بنقدر نقوله عشان نقدر نحط عدد، يعني احنا سلمنا 600 700 وحده، لكن البلان من دلوقتي لحد الصيف الجاي نسلم كل الوحدات المباعه زي ما قال معالي رئيس الوزراء، بنتكلم في حوالي 6 7000 وحده ان شاء الله باذن الله يتسلموا على الصيف الجاي ان شاء الله باذن الله. الرساله اللي احنا بنبعتها هي رساله ان الحلم بقى حقيقه. دايما في بدايه اللونش وبدايه تطبيق المشروع بيبقى حلم، كلنا بنشتري حاجات رسومات وبنوعد الناس بحاجات هنعملها. النهاردة الحقيقة حصلت والناس الوعد ده شافوه وتحقق قدامهم الواقع اللي هم كانوا في دماغهم متخيلينه، ومتهيألي كمان أحسن بكتير قوي من الواقع اللي احنا كنا واعدين بيه. احنا اللي وصلنا له النهاردة أو الاحتفال بتاع النهاردة مؤشر من المؤشرات القوية جدا اللي بتقول قد إيه احنا مشغلين العلمين بكفاءة كبيرة. زيادة الطلب المتزايد سواء من السكان على ان هم يشتروا في العلمين الجديدة او ان هم يكونوا مهتمين بمعايير التشغيل الموجودة سواء من شواطئ او فاسيليتي مانجمنت لكل الوحدات بتاعتنا، الكلام دوت هو المعيار اللي بيخلي الناس جاهزة ان هي تستوطن وتكون موجودة في مدينة العلمين الجديدة. النهاردة بصراحة يوم سعيد ان احنا استلمنا وكان يوم جميل، والواحد سعيد بالتعمير اللي حاصل في المدينة ونية لكل الشرائح، مش بس أبراج، لا أبراج وأنواع كتيرة من الإسكان مناسبة لكل الناس من أول إسكان اجتماعي للأبراج، فيها أكثر من 5 6 شرائح للإسكان، وده طبعا بيخدم توجه الدولة لكل طوائف الشعب. معالي رئيس الوزراء ووزير الإسكان من أسبوعين قلنا سكن مصر وافتتحوا بعض المشروعات، وبعدين أنا قابلته وبعدين كان معايا بنت ابني سلمت عليه وهي شكرته بالنيابة عننا كلنا، وسكن ما كناش نحلم بيه زي ما هو قال. أنا شاري طبعا في مدينة العلمين من 2019 في كذا مشروع، النهاردة استلمت الفيلا في مزارين، بصراحة الفيلا استلمتها متشطبة بالكامل، اللوكيشن حلو جدا جدا، الموقع كويس جدا، يعني بقالي واستلمت في معادي يعني 5 سنين بالظبط، وهو مشروع كبير مش مشروع صغير، انا قاعد فيها بقالي كام سنه يعني، واستلمت قبل كده من 2 سنين في حاجه اسمها الداون تاون، فعشان كده عايش في المدينه انا بقالي 2 سنين، فما شاء الله مدينه جامده وواعده وقويه ان شاء الله. انا استلمت في سكن مصر، يعني كنت مقدم في اخر 23 واستلمت في شهر 3/24، التسليم كان سريع، الاجراءات خلصت بسرعه. المدينه النهارده مدينه يعني ما بقتش مدينة، يعني هي طبعا مدينة بالطبع الساحلي، بس هي مدينة بقت الطبع الساحلي كان مربوط بالصيف بس، دلوقتي المدينة شغالة طول السنة من جامعات، من بنوك، من مولز، من حاجات ترفيهية زي السينما والمهرجان المتواجد حاليا. المدينة
فرصة لكل شاب ان هو يبدأ حياته فيها. مدينة بتتميز بالهدوء. حضرتك مزارين فيلا استلمتها النهاردة، وطبعا فرحة الاستلام دي حاجة جميلة جدا بعد طول صبر، وان شاء الله خير. وبالنسبة للتوضيبات والكلام ده كويسة الحمد لله.